السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنصبح على كل اخوتنا حبايبنا في كل مكان جوه مصر بره مصر، بنصبح ونمسي عليكم. النهارده رجاله جينا لكم فيديو تاني، احنا اتفرجناكم على الفيديو الاولاني اللي هم بتاع اللي فيه تلات اصوص، تمام؟ وجبنا لكم فيديو تاني تلات اصوص برضو، تمام؟ قص مسود وقص ابل اسود وقص كشخلي، قص ابل اسود وقص مسود وقص ابل قص كشخليات، تمام؟ هنفرجكم برضه على التلات صوص. الحمد ده شغال، الحمد شغال، تمام؟ فهو احنا هنفرجكم قص قص زي ما عودناكم ونرجع لكم تاني على طول. يلا بينا، يلا بينا. تمام، اتفرجنا على القص الابلق الاسود للفكره برضه، عشان برضه يبقى الكلام واضح. القص الابلق الاسود ده النتايه تحس ان هي رابطه عليها شويه، تمام؟ النتايه تحس ان هي رابطه عليها شويه. والقص ده اول شغله عند صاحب نصيبه، القص ده اول شغله عند صاحب نصيبه، تمام؟ يلا نشوف القص كشخليات ونرجع لكم تاني. يلا بينا، يلا بينا. تمام كده اتفرجنا على القص الكشخلي. القص ده شغال، القص الكشخليات دول ما شغالين، تمام؟ وبيرموا اسود زي النتاية. احيانا الرمو واحد شبه الذكر، احيانا الرمو واحد شبه الذكر، تمام؟ يبقى احنا كده عرفناك ووريناك ده ووريناك ده، وهنتفرج على القص المساويد ونرجع لكم تاني. تمام كده يبقى فرجناكم التلات اصوص، والقص المسود اخر حاجه فرجناكم عليه. القص المسود دي شغال وتحت منه زغلول، بس هو الزغلول منه صغير معرفناش نجيبه عشان البرد، تمام؟ سيبنا زي ما هو. يبقى كده الزيادات اللي احنا فرجناكم عليها دمت يا جدعان شغالين، مفيش فيهم. بس القص اللي ابدا الاسود دي اول شغله عند صاحب نصيبه، ولو حد محتاج اي حاجه اكتب لنا تحت واحنا في الوصف واحنا نرد عليه في التعليقات، تمام؟ ولو حد محتاج اي حاجه من الحمام ده انا هسيب لكم رقم التليفون بتاعي، اتواصل معايا. ولو ما كنتش مشترك انزل اشترك، واللايك الجميل بتاعك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.